قول يا سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. دلوقتي يا دكتور انا حصل بيني وبين مراتي شويه مشاكل. ايوه. كنت بديها فلوس معاها في ايديها، فالمهم انا بسالها على الفلوس، قالت لي مالكش فيه ومش هدينا قصاد بعض. خدت بعضها ومشيت وقالت كلام كده كبير بشتيمه بقله ادب بما فيهم انتوا عالم شبع بعد جوع. ايه ايه بما فيهم ايه؟ عالم شبع بعد جوع. اه طبعا عادية جدا، وانا زيك وكلنا بيتقال فينا كده. طيب المهم هي خدت بعضها ومشيت واتكلت على الله وخدت بعضها ومشيت. طبعا انا اتصلت على اخويا الكبير وقلت له حصل من اختك واحد اثنين ثلاثة اربعة، واختك غلطت فيا وقالت وقالت وقالت. قال لي خلاص انا هرد عليك وهشوفك واقول لك يعني. قلت له ماشي. استنيت اللي هو يكلمني ولا يقول لي حاجة ولا اي حاجة خالص، محدش عبرني ولا حد قدرني ولا اي حاجه خالص. المهم هي حامل سبتها ايه عند ابوها لمده 3 4 شهور. طبعا خالي سالني مراتك فين هي فين بتاع، قلت له انا مش عارف. طبعا مش عاوز اقول بقى الشتيمه واللي حصلت وقله الادب وبتاع. فقلت له مراتي عند ابوها حصل كذا كذا كذا. قال لي طب احنا نروح نقعد مع ابوها نشوف دنيته ايه وهي عاوزه ايه بالظبط، هو ايه يرضى له الكلام ولا ما يرضاش الكلام اللي بنته قالته. رحنا قعدنا مع ابوها. يا حاج حصل من بنتك واحد اثنين ثلاثة. وهي كانت جوه ولا قعدتوا معاها في مكان بره؟ لا هي كانت قاعدة معانا كمان. اه حضرت الجلسة يعني؟ حضرت الجلسة. اه كانت. واول ما دخلت جت سلمت عليك؟ لا ما عبرتنيش. اه المهم يا حاج حصل كذا 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 كذا، حصل كذا كذا. وانت كذا ما كذا ما كذا. وانت ما ضحكتش في وشها كده وفرحت لما هي جت وقلت لها ازيك؟ والله ضحكت يا دكتور وشفتها الله يفتح عليك يا سيد. وهي ما ضحكتش في عيبها حتى وعملت مكسوفه؟ انا ما خدتش بالي بقى. طب ما لازم تاخد بالك يا سيد، ده 3 اشهر يا سيد. المهم قول. المهم للحاج سمع الكلام و مين اللي عمل الشاه يا سيد؟ مين اللي جاب لكم الشاه؟ لا هي. الله يفتح عليها يا رب. هو لسان بس اللي مبرد، هو لسان معفن بس مش اكتر يعني. الحاج سمع الكلام طبعا وازاي وحصل الحاج سمع الكلام طبعا وازاي اللي حصل وقال لا ما ينفعش وبنتي غلطانه وبنتي ما ينفعش معاها، ما ينفعش منها الكلام دون وما ينفعش منها كده. طب يا حاج طب يلا ايه هنروح ولا ايه اللي هيحصل؟ طبعا البنت قالت لا انا مش هروح، اللي لازم يدفع لي المصاريف اللي ابويا صرفها هنا. طبعا ابوها قال لها مصاريف ايه يا بنت؟ مصاريف ايه؟ انا مش عاوز مصاريف من حد. انا رديت قلت له يا حاج بنتك غلطانه فيا وقلت ادابها عليا وبتاع، والمفروض انا اتصلت على اخويا الكبير، كنت المفروض انت تكلمني تقول لي تعالى ايه اللي حصل؟ تقدرني، احنا عندنا في الفلاحين مش عيب يا حاج اللي انت تقول لي تعالى ولا ايه اللي حصل؟ بعدين انا اتصلت بابنك الكبير قلت له اديني رقم ابوك او اديني قصد ابوك. قال لي ابويا تليفونه بايظ. قلت له خلاص. لقيته بتهرب. انت بتهربه مني ليه؟ وانا جيت لك اهو يا حاج، ينفع الكلام اللي بنتك عامله؟ قال لا ما ينفعش. يلا يا بنتي اتكل على الله مع جوزك. كويس قوي. وعفى الله عن مثال. كويس قوي. وانت الاثنين غلطانين. قلت له حقك يا حاج. يلا يا بنتي. قال لك لا انا مش هروح الا بالمصاريف، لازم تديني المصاريف. اه. قلت لها لا انا مش هدي مصاريف لحد. انت بتاخدي بعضك وتمشي من اقل حاجه، انا ما اديش مصاريف لحد. كويس. المهم ابوها قال لي طب بس سيبها يومين كده وعلى يوم الاثنين تعالى خدها وهتيجي معاك وهتمشي. من غير مصاريف. اه خالي قال لي ايه خلاص يا عم سيبها بس لحد ما تهدي نفسيتها كده وخدها وايه وهتمشي. طيب. خالي اتصل على ابوها وقال له ايه بنتك يوم الاثنين بقى، قال له بنتك جاهزه ولا في ايه؟ اخوها الكبير رد عليه قال له ده هي في المستشفى دلوقتي وتعبانه وحصل وحصل وحصل. بتولد؟ طبعا خالي قال لي بتولد إيه؟ بتولد يا سيد بتولد؟ لا 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 تعبانه كده، تعبانه جالها الضغط اوتي وبتاع. اعمل ايه يا منى؟ في مكالمات كتير. ماشي يا سيد. لا براحتك عشان عارف كده العزال. قول. هو موضوع بس عايزين نحكم فيه بالعدل بس. فالضغط وتي وانا رحت المستشفى سالت عليها في هنا فلانه الفلانيه، قال لك ولا جت ولا كشفت ولا اي حاجه خالص ولا في حد هنا بالليل. لا يمكن راحت مستشفى تانية يا سيد. ما
ما ده كلام من عندهم بقى يا دكتور. يعني هما بلغوك باسم المستشفى، هما قالوا لك هي في المستشفى الفلانيه ولا قالوا في المستشفى؟ لا في المستشفى الفلانيه واسمها فلان وفي دوران كذا وانا فانت رحت، ما يمكن راحت حته غير اللي انت رحتها برضه، وهيكذبوا ليه؟ سيد لازم اقول له قاعده شرعيه وللي زيه. الزوجه لو خرجت بدون استئذان جوزها وراحت عند ابوها وقعدت 10 سنين نفقتها على ابوها. لو استأذنت جوزها وأذن لها وراحت قاعد عند ابوها 40 سنة مصاريفها على رقبة جوزها اللي ما عملتلوش كوباية شاي لمدة 40 سنة. يبقى قاعدة المصاريف اهي. هي اللي فطت كده واتحاسبها لك مخدرة يا شبع بعد جوع يا ولاد الكلب، يبقى تروح عند ابوها وابوها ياكلوا بعض ومص بعض زي المعزة. هو اللي قالها اجري على ابوكي طول ما هي على ذمته، مصاريفها في رقبة سيد لو هو اللي قال لها روحي عند ابوكي، وكان الطيب احسن وهي ترجع طبعا حامل وكل حاجه. ولكن يعني الجرح مش حلو، واحنا قاعدين اكل شهادي عيب قوي ان واحده تقول لجوزها يا شبع بعد جوع. يعني يا اللي كنت انت واللي خلفوك جعانين وبتشحتوا، وبعدين ربنا اداكوا لقمتين وبشبعتوا وفقنتوا اساسا من غير اصل وبخلة ومعفنين. المعاني دي كلها كفيلة بانها تحقق الطلاق لو بتحكموني بقى وربي هيسألني. جملة زي دي بين زوجين دي بتقول يلا نتطلق. ما ينفعش، ما ينفعش حد يعيش مع حد كده. انت شبع بعد جوعة دي عبارة قاتلة ما تنفعش العيشة بعدها. لكن عشان احنا دون المستوى والدنيا مقلوبة فقد كده 10 مرات وبنعيش. هو احنا اساسا عايشين؟ الله، واحنا بنقضيها ايام عيشها. ايه يابا؟ هو احنا عايشين؟ فما تفرقش. انما لو هنعيش وهو قال لها او هي قالت له لا يمكن تستمر الحياة. زي اللي ضرب بالحزام، قال اسود يضرب بنتي بالحزام وخليه يبقى جوز تاني ليها على جثتي. حزام؟ حزام دي هي فتوره؟ ده اللي فتوره ما بتضربش بالحزام. ده ما ينفعش تاني. مرات الرسوب خلصت. فده واحد بلطش لوحده و و و و ربو ويعيش معاها ازاي؟ واضربوهن دي كده 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 بالورده كده. انما معجنه حرامي في جامع وتقول لي يا مسلمين نعيش؟ اقول لك اسف، مفيش في الدين حاجة.